تشارك الشبكة القومية لخدمة الأشخاص ذوي الهمم في البرنامج التدريبي الذي تنظمه مؤسسة غيث للتنمية المجتمعية، وذلك لمدة 6 أسابيع. يشمل البرنامج تدريب المستفيدين من الأشخاص ذوي الهمم على مهارات التسويق الرقمي، حيث سبق التدريب جلسة تعريفية حول أهداف الشبكة القومية لخدمة الأشخاص ذوي الهمم وكيفية الاستفادة من خدماتها للتدريب والتوظيف.